مصروف كبير كان على الأشخاص كعلى الزبائن. بنفس الوقت نحن اليوم منعاني من ارتفاع المواد، ونحن بصراحة كتير يعني متفاجئين، عم نقرأ أرقام مرتفعة جدا لنقدر. ففي ضغط على الطرفين، على الزبون وعلى أصحاب المنشآت. طبعا هيأثر على المصلحة كلياتها، يعني مصلحة المطاعم اليوم إذا ضل هذا الغلاء، فما بتوقع زبون يجي اللي كان يتردد على المطعم 3-4 مرات، بجوز اليوم يتردد مرة، بجوز ما يتردد على نسبة الغلاء هذا. إنه بس تجي على المطعم ما عم تفوت، ما في حدا. هلا أنا قاعد هون ما يعني متعود بدي أشرب كاسة عصير، يعني هلا شو استفدت أنا ما في أرجيلة، يعني ما في حدا بالمطعم، يعني زادت الاكتئاب